بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على بروجكت مانجر. طيب انا دلوقتي عايز افتح مشروع ابدا اشتغل عليه، لما اقول له نيو وهعمل مشروع جديد او اقول له اوبن وابدا اختار المشروع بتاعي، لازم يكون الامتداد اكس ام ال، بروجكت اكس ام ال. تمام، فانا هفتح المشروع دوت واقول له اوبن، هيبدا يفتح المشروع. طيب هو يفتحه لي فين؟ بيفتح لي الملفات ديت، دي الملفات اللي فيها كل حاجه في المشروع. تمام، دي حاجه اسمها بروجكت مانجر، لو مش موجوده عندي من هون بقدر اجيبها من هون. طيب انا دلوقتي هنا عايز اختار مثلا ملف افتحه، بلاقي عندي هنا الملفات الخاصه بالثري دي، الحاجات الثري دي، بلاقي عندي حاجه الخاصه بالبي اند اي دي، بلاقي عندي حاجات الخاصه بالبايب سبيسيفيكيشن. خلينا نفتح مثلا دوت. اول ما بتدوس عليه بيتفتح معاك اهوت. طيب بلاقي عندي هنا تحت تلات اقسام، ده هنا الورك هيستوري، دي التاريخ التعديلات، وتقدر تكتب كومنت زي ما انت عايز. يعني لو انت عايز تكتب اي كومنت تيجي هنا رايت كليك وتقول له اد ورك هيستوري وتكتب اي حاجه انت عايزها. ماشي، تقول له اوكي فبيبدا يظهر معاك التعديلات. طيب اجي هنا ده بريفيو، بشوف شكل المشروع، يعني كل ما تعمل سيلكت على حاجه بيجيب لي شكل المشروع ده لما تفتح هيبقى عامل ازاي. تمام، هنا ديتيلز بيجيب لي المشروع ده مين اللي عامله واسمه ايه ومساحته ايه واخر واحد عدل فيه مين وكل التفاصيل اللي انا عايزها عن الملف. تمام، فالجزء اللي تحت ده مهم جدا. طيب انا دلوقتي لو انا ما عنديش الجزء دوت، باجي هنا في هوم بلاقي عندي ان انا اقدر اجيب البروجكت مانجر. يعني لو انا في وقت اي وقت اتقفل مني ومش لاقيه اروح لهوم واقول له شغل لي البروجكت مانجر، فيبدا يفتح معايا. هنا بيجيب لي اسامي المشروع، ممكن يكون في اكتر مشروع ابدل بينهم، ممكن اقول له اوبن افتح لي مشروع جديد، ممكن اقول له اوبن كولابوريتيف بروجكت يكون في مشروع تعاوني، ممكن ادخل على الفوليت وافتح مشروع. يعني من هنا تقدر تختار ايه الملف اللي ايه المشروع اللي هتشتغل عليه. طيب باجي هنا اقول ادوس ان كليك اقول له اوبن اي ملف انا عايز افتحه، اقدر اضيف ورك هيستوري، اقدر احذف اللوحه من المشروع، اقدر اعمل ريفرش الاكسريف ليست لو في اكسريف موجوده. في عندي حاجه اسمها داتا مانجر، البيانات الخاصه بالمشروع. تمام، ممكن هنا تقول له انا عايز المشروع كله، اخد كل المعلومات، اعرف كل المكان اللي موجود، كل التفاصيل، كل البايب، كل حاجه انا عايزها. ده ممكن كده اقول له لا ده انا عايز اللوحه دي بس، وابدا اختار من هنا المعلومه اللي عايزها. ولو انا في اي معلومه عايز اصدرها الاقي هنا امر اكسبورت، اقدر اصدر المعلومات دي لملف خارجي اقدر اشتغل عليه، ملف اكسل الواحد يقدر يفتحه ويعرف كل المعدات الموجوده في المشروع. برضو ممكن من هنا من السهم دوت اقول له داتا مانجر وافتح داتا مانجر خاصة بالمشروع وابدا اشوف المشروع ده ايه التفاصيل بتاعته. ممكن اقول له امبورت داتا او اكسبورت داتا، يعني ممكن اخرج داتا او اعمل امبورت الداتا او اكسبورت الداتا زي ما انا عايز. تمام، طيب لو انا جيت هنا ودوست هنا وقلت له انا عايز ببلش، ببلش يعني انا هخرج اللوحه دي لحد تاني هشتغل عليها، يعني بعمل لها زي اكسبورت من عندي. تمام، زي ما في الاوتوكاد كنا بنعمل ببلش مثلا للمشروع كله على ان هو دي دبليو اف مثلا. تمام، هيفتح لي اللوحه الخاصه ببلش، بحدد المشروع بقول له هصدرها دي دبليو اف ولا دي دبليو اف اكس ولا بي دي اف، وممكن تضيف كذا ملف مش ملف واحد زي ما انت عايز، وممكن تحدد الببلش ده هيبقى ايه زي الامر الببلش العادي الموجود في الاوتوكاد. تمام، هل هتحط المعلومات الخاصه بالبي اند اي دي، هل هتغص تحط المعلومات الخاصه بالبايبنج انفورميشن ولا لا. في دلوقتي لو انا شغال عايز اتاكد ان الشغل بتاعي صح ولا لا، في عند امر اسمه فاليديت. فاليديت بيبقى فيه شويه قواعد بيتاكد هل الليارات مظبوطه مش مظبوطه، فهو بيقول لا ده خلي بالك ده في عندك بعض الاخطاء، ده ريبورت بالاخطاء اللي موجوده في المشروع، فتبدا تشوف الاخطاء دي. يعني في حاجات مثلا يقول لك ايه ان المكنه دي ملهاش اسم، فتبدا تحط لها اسم. تمام، فده حاجه كويسه جدا ان انت تتاكد من الاخطاء اللي عندك في المشروع. تمام، ودي خصائص الملف، لو انت عايز تغير اسم الملف مثلا سميه مثلا هسميه مثلا بايب، مثلا بايب التايتل بتاعك مثلا هسميه اكس واي كايل اكس واي، ده مسلسل اجنبي انا شفته وتقريبا مفيش حد شافه غيري،
كملوش اصلا. تمام، فتقدر تحدد اسامي الملفات تبقى عامله ازاي وشكل الملفات تبقى عامله ازاي. من هنا تقدر تحكم في كل حاجه في المشروع. هنا اورثو جرافيك دي الحاجات ال 2 دي، تمام، يعني خدت سيكشن خدت كذا، فبيبدا يظهر معاك الحاجات ال 2 دي. هنا عندي ده اللوح الايزومتريك، وده هنشوفها بعد كده ان شاء الله ازاي نعملها من اي اس او اس. هنا ايسوس تقدر تعمل ملفات الايزومتريك بحيث ان انت تطلع لوح الايزومتريك بسهوله شديده جدا، يعني مجرد ان انت بتقول له خد الحاجات دي حولها للايزومتريك هو بيعملها، فدي بنخليها في اخر المشروع.